أحسن الله إليكم. مستمع من اليمن منصور بن ناصر البيض له سؤالان، يقول في أولهما: ما حكم من يقرأ القرآن الكريم ولا يتدبر آياته ولا يهمه إلا أن يختم القرآن فقط، هل له شيء من الأجر أم يأثم على ذلك؟ هذا نقص عظيم، لأن المطلوب من التلاوة التدبر وتفقه في معاني القرآن، ذلك بمراجعة التفسير الصحيح أو سؤال أهل العلم. وإذا قرأ قراءة مجردة عن التفكر وعن التدبر فهي قراءة ناقصة، لكن له فيها الأجر بحسب نيته، له من الأجر فيها بحسب نيته. نعم.